وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور. التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور. التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن تحقيق الانضباط على الطرق. العاملين او اللي هيسوقوا التوك توك يخضعوا لنفس التحاليل اللي بيخضع عليها كافة السائقين، يعني المخدرات، كشف الهوية، كل حاجة. عدد التكاتك يكون محدود ومقنن لانه عدد التكاتك بقى اكتر من البشر. اخيرا طبعا اساند هذا القانون واحفزه واتمنى فعلا تطبيقه على ارض الواقع. اعلن موافقتي من حيث المبدأ، حيث ان القانون ياتي متواكبا مع حالة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. لعل وعسى الحالة المرورية التي تمر بها مصر من تكدس لسيارات قديمة وسيارات يلتزم علينا أن نقوم بإحلالها وتجديدها تتطلب مثل هذا القانون. مجلس النواب وافق كذلك بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد. مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع قوانين تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهل أداء عمل الحكومة.